اليوم عبريكوما غنوريكم كيف يتستعمل ديكابور بالطريقة الصحيحة. هنا كيف ما كنشوفوا طريقة باش كنتحكموا في درجة الحرارة أو في السرعة ديال المحرك. بالنسبة اللي بغي يحافظ على الديكابور ديالو ضروري خصو يعرف باللي إلا كنتي خدام به وكان سخون بزاف ضروري فاش تبغي تحطو غير بشوية باش هكا تحافظ على الديكابور ديالك. وأيضا نحاولوا ما نشدوش الديكابور من الكابل محافظة على الكابل وحتى على الماتريال ديالك. ندوزو دابا للبولونوز بنوماتيك وطريقة استعمال الصحيحة ديالو. ضروري مع هاد البولونوز بنوماتيك خاص يكون عندك من الأحسن كومبريسور كبير باش هكا تكون عندك لا بريسيون مزيانه وتكون مرتاح في الخدمه. بالنسبه للزيت ديما حاول تاكد منه وضروري ما تفوتش النقطه الحمراء كيف بين لكم في الفيديو. وفي الاخير ملي كتكمل من الماتريال ديالك من الاحسن تستعمل الكومبريسور باش تسوفلي على الماتريال ديالك من الغبره ويبقى عندك الاطول مده ممكن. بريكوما ديما قريبه منكم. Bricoma, tout pour tout faire.